ايه في الصوره الثانيه. حماس قالت البيان اللي طلعه بايدن ده ايجابي لانها وافقت عليه قبل كده مع مصر. بالظبط بالظبط، مش مفاجاه بالنسبه لهم. بالظبط. ولكن هم عايزين يعني بعض التوضيحات يا مدام عزه. نعم. اول حاجه وكلام منطقي، يقول لك مين بعد ما وقع الاتفاق ده تيجي بعد شهر اسرائيل تضرب تاني؟ ايوه. فانا عايزه ضمان من امريكا وضمان من مصر. تمام؟ تمام. نمرة اتنين قالت عايزه ايه؟ هذا الاتفاق يعرض على مجلس الامن ويوافق عليه مجلس الامن عشان لو اسرائيل خلفته بعد كده يبقى هي قدام العالم بيأمنوا كله بيأمنوا نفسهم. بقى بالظبط. تمام. فبالتالي الموضوع ده عمل النهارده. وبعدين بقى التفاصيل، لان برضو الكلام بتاع جو بايدن عام. طب انتوا هتطلعوا كام اسير؟ ايوه. طب هل هل ممكن ان حماس تطلب بعض الاسرى الفلسطينيين يطلعوا ولا اسرائيل هتزرجن؟ فلسه ده، وانت عارفه دايما في مقوله الشيطان يظهر دائما في التفاصيل. عشان كده هم، لكن في رد ايجابي من حماس قدام الناس ان احنا موافقين يا جو بايدن على المبادره بتاعتك، ودي حاجه هتحط حماس في موقف كويس قدام امريكا وقدام العالم كله. نعم. نبص على الصوره الثانيه اللي بعد كده يا مدام. ايوه ايوه. في حاجات مصر بتعملها الناس ما بتاخدش بالها منها. امبارح سياده الرئيس قابل لينسي جراهام. ايوه. الناس خدت الموضوع عادي ان هو رجل، انت فاهمه، موجود في مجلس الشيوخ الامريكي. ولكن سياده الرئيس عرض عليه زي ما احنا شايفين كده. ايوه. نحزن من خطوره استمرار العمليات برفح وانعكاساتها على الامن الاقليمي. ايوه. ان استمرار العمليات العسكريه في رفح يفاقم كارثه. ايه الموضوع ده؟ ايه مهمته؟ ايوه. نشوف الصوره الثانيه يا مدام عزه. هذا الرجل، انا هقول لفظ كده مهذب عشان ما يصحش اقول، هو من المتشددين المتشددين في الكونجرس ومجلس الشيوخ الامريكي. شوف شوف اللوحه الثانيه بتقول ايه. بيقول انا بثق في اسرائيل اكثر من وزير الدفاع الامريكي، وان لما امريكا جمدت انها ترسل لاسرائيل ذخيره دي خيانه. تعال شوف الصوره الثانيه بتقول ايه. احنا مش عارفين نتصرف في الشرق الاوسط. ده احنا غلبنا الالمان واليابانيين في الحرب العالميه الثانيه. مش عايزين نهزم الحوثيين. لازم نضرب ايران وحقول النفط والحرس الثوري. امسحوها من على الخريطه. اذا هذا الرجل امسحوا حماس. متشدد. هذا الرجل اسرائيلي اكتر من نتنياهو. الله ينور عليك. نعم. لما بقى يجي الرئيس السيسي ويجيب الراجل زي ده مصر ويعرض له المشكله بتاعتنا وما تبقاش اللي بيسموها وان سايد ستوري، قصه من جانب واحد. ايوه. الروايه الواحده. ادي قصتنا وادي موقفنا وادي موقف مصر. دي بعتبر من اهم الزيارات اللي قام بيها رجل امريكي الى مصر. والتصرف لانه رجل استثنائي، استثنائي وقوي في حبه لاسرائيل وقوي وقوي، فلازم يبقى وهو مؤثر في القرار الامريكي. بالظبط. وبيؤثر